بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لا تكفروا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا الصفا والمروة من شعائر الله
بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو سبحان الله عما يشركون. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين.